أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أسكن في بيتي ولا يوجد عندي تلفاز وقنوات فضائية إسلامية وغير إسلامية، ولكن الأولاد وأمهم قالوا مللنا من هذه العيشة، نريد بديلا مثل ما عند قرابتنا حيث إن عندهم تلك القنوات الإسلامية، وقال الأولاد نريد لعبة، ولكنني رفضت باشتمالها على محاذير شرعية مثل صور ذوات الأرواح والموسيقى. أنت الولي، أنت الولي وأنت المسؤول عنهم وأنت الراعي، فعليك أن تعمل ما فيه صلاحهم وما فيه حمايتهم، والقنوات لا خير فيها، يجر بعضها إلى بعض، يجر بعضها إلى بعض، والأطفال والنساء ما يريدون القنوات الجادة، يريدون الهزل ويريدون الأشياء المرفهة، فلا تفتح الباب، لا تفتح لهم هذا الباب. نعم.